طيب ان شاء الله هنكمل النهارده، هنكمل النهارده. النهارده ان شاء الله عندنا لابين رئيسيين، لو فاض وقت يعني وكان في صحه فيكم ولقيتكم فايقين كده هنكمل التالت. النهارده الموضوع ان شاء الله هنركز على البوت لودر تحديدا الجراب. كنا اتكلمنا امبارح على السيستم دي، وكنا اتكلمنا على سيستم دي وازاي نمانج البرو، اسف نمانج السيرفيسز، وازاي نكنترول السيرفيس عن طريق سيستم دي لو انتم فاكرين. واتكلمنا عن شويه اوامر بسيطه جدا زي سيستم كنترول، ده كان الامر الرئيسي بتاعنا. وقلنا ان انت ممكن تستخدم سيستم كنترول عشان تستارت اي سيرفيس او تريستارت اي سيرفيس او تريلود اي سيرفيس، خلاص، او تستوب اي سيرفيس، تمام كده لو انتم فاكرين امبارح كده. ولو جينا نفتكر كده بسرعه على السريع، كنا ممكن نستخدم الاوامر البسيطه دي زي سيستم كنترول ستاتس لاي سيرفيس عندك زي كروم دي مثلا، تمام. كنت ممكن اقول له كده سيستم كنترول ريستارت للسيرفيس، خلاص، او سيستم كنترول ستاتس للسيرفيس عشان تجيب حالتها، سيستم كنترول ريلود للسيرفيس، خلاص كده. طبعا السيرفيس انا اللي اقصد بيها اسم السيرفيس، تمام كده. ايه الفرق بين ريستارت وريلود؟ الفرق بسيط جدا، ريستارت بتقفل البروسيس وتشغلها مره تانية، انما ريلود بتخلي البروسيس دي تعمل ريريد الكونفيجريشن فايل بتاعها. بكل بساطه ريستارت لو في سيشن استابليشد مع يوزرز، السيشن دي ايه؟ تتقفل ولازم اليوزر يرجع يفتح السيشن دي تاني، خلاص كده. انما ريلود ايه اللي بيحصل لها؟ ريلود بيقرا بس الكونفيجريشن فايل من اول وجديد ويعمل له ابلاي بس، لا اكتر ولا اقل، ماشي كده. يعني لو عندك مثلا الاباتشي كمثال، الاباتشي بتاعك كان شغال، عملت له ريستارت وكان في يوزر كونكتد بيه، السيشن بتاع اليوزر دي هتفصل ولازم اليوزر يعمل ريفرش للصفحه بتاعته لو كانت لسه ما عملتش لود بالكامل. انما ريلود هتفضل السيشنز دي استابليشد، خلاص، لو في كونكشن شغال والراجل لسه بيفتح صفحه من الموقع بتاعك وبيقراها هتفضل تكمل، بس هيعمل ريلود للكونفيجريشن فايل لو كنت عدلت حاجه في الكونفيجريشن فايل بتاعك، خلاص كده. طيب ستارت كان بيشغل السيرفيس، ستوب كان بيوقف السيرفيس، تمام كده. ايه تاني؟ ايزوليت لتارجت كان بيعمل ايه؟ كان بيخليك تدخل التارجت ده من غير ما تعمل ريبوت. ماسك السيرفيس زي ما الراجل ده كاتب، ماسك كان بيمنع السيرفيس دي ان هي تشتغل اطلاقا، ان ماسك بيسمح لك انت ممكن بعد كده تشغلها في المستقبل، تمام كده. اتكلمنا عن التارجتس واتكلمنا عن المقابل ليها في الانت، قلنا في الانت كان في حاجه اسمها ران ليفلز، واتكلمنا عن ران ليفلز من 0 ل 6، خلاص. والمقابل ليها بالنسبه للتارجتس فين؟ ها، سيستم دي. طيب اتكلمنا كمان على سيستم كنترول، ممكن اعمل انيبل لسيرفيس او ديسيبل لسيرفيس. الفرق بين انيبل وستارت ايه؟ ستارت بيفتح سيرفيس دلوقتي حالا، بس لو عملت ريبوت الله اعلم السيرفيس تبقى اب ولا لا. انما لو عملت انيبل لسيرفيس معناها كل مره هتعمل ريستارت او كل مره تفتح فيها المكنه بمعنى ادق بقى، ايه اللي هيحصل؟ ها، هيضمن لك ان السيستم والسيرفيس دي تقوم مع السيستم، ماشي كده. طيب ديسيبل هيتاكد ان السيرفيس دي ما بتقومش لما المكنه تشتغل، تمام كده. طيب كلام ممتاز. حد عنده اي مشكله من امبارح؟ ادي كده في عجاله سريعه جدا، ها، تلخيص كده اللي احنا اتكلمنا عليه امبارح. حد عنده اي مشكله من امبارح؟ ها، طيب طالما محدش بيجاوب اعتبر ان الدنيا تمام. هنكمل النهارده ان شاء الله وهنتكلم على البوت لودر تحديدا. البوت لودر تحديدا، البوت لودر اصلا هو اللي بينده على الكيرنل بتاعك، خلاص، يعني هو بيتعمل له لود اصلا قبل ما سيستم دي اساسا تبدا، ماشي كده. طيب كلام جميل. تعال كده نفتح كده ونتكلم بسرعه. لو انت فاكر قلت لك ان البوت لودر كل وظيفته في الحياه ان هو ينده على الكيرنل بتاعك، صح؟ طيب دلوقتي لو انت فاكر لما كان الديسك بتاعنا بالمنظر ده، وكنت بقول لك الديسك متقسم لبارتيشنز، بيكون في اول الديسك هنا كده، تعال نحطها بلون تاني اهين،
بيكون في جزء كده في اول الديسك هنا، ده اللي هو مين يا عم؟ ده الام بي ار بتاعك. وكنت قلت لك الام بي ار ده متقسم لجوه جزء عباره عن البارتيشن تيبل، وجزء تاني عباره عن ها البوت لودر. البارتيشن تيبل كان مساحته 446، البارتيشن تيبل اسف 64 بايت، البوت لودر 446 بايت. وكان في حاجات تالتة كده اسمها ماجيك نمبر، والماجيك نمبر ده تعمله كده زي تشيك سام للفايل بتاعك، خلاص اسف للبوت لودر بتاعك. التشيك سام ده بيستخدموه في عمليه الريكفري فقط لا غير، وده كان 2 بايت. طيب كلام جميل. البوت لودر هنا اهو في الجزء ده، وقلت لك ان البوت لودر ده بيتكون من جزئين. الجزء الاول اسمه فيرست ستيج، بوت لودر، والجزء الثاني اسمه سكند ستيج بوت لودر. خلاص الفيرست ستيج هو اللي موجود فعليا فين؟ هنا في الام بي ار. طب السكند ستيج ده موجود فين يا عم؟ في سلاش بوت عندك، تمام كده؟ تمام. طيب كلام جميل. ليه الحكايه دي؟ لان 446 بايت دول غير كافيين اطلاقا ان هو يخزن الملفات بتاعت مين؟ بتاعت البوت لودر. فقال لك خلاص خزن لي الملفات دي على بارتيشن عادي خالص، بس الملفات دي هيتعمل لها لود منين؟ هيتعمل لها لود من عن طريق الفيرست ستيج اللي هو بيكون موجود فعليا على البوت لودر، اللي هو فين؟ في الام بي ار، اللي هو في الحته الاولانيه في الاول خالص دي، في اول الديسك في الاول خالص، تمام كده؟ طيب كلام جميل. طيب تعال نبدا باللاب الاول عندنا، باللاب الاول ماشي كده. قبل ما ابدا في اي لاب تعالى كده اوريك ملف الكونفيجريشن بتاع البوت لودر. قبل ما ابدا في اي لاب تعالى اوريك ملف الكونفيجريشن بتاع البوت لودر. مبدئيا ملفات البوت لودر كلها تلاقيها موجوده فين؟ في سلاش بوت، خلاص تحديدا. ها بالمناسبه ده الكيرنل بتاعك اهون، وده الانت ار دي او الانت رام اف اس. عندك الجراب 2 دي الدايركتوري اللي فيها ها اللي فيها مين؟ ملفات البوت لودر بتاعك. جه كده بوت جراب 2، ملف الكونفيجريشن بتاع الجراب اسمه جراب دوت كونفيج اهو. ده ملف الكونفيجريشن بتاع مين؟ بتاع الجراب عندنا، تمام كده. تعال كده نعمل له ليست كده. ده شكل ملف البوت لودر بتاع الجراب، خلاص. بالمناسبه احنا نسخه الجراب اللي شغالين فيها دلوقتي اسمها جراب 2. نسخه الجراب اللي الناس كانت شغاله بيها ايام ريل 6 وريل 5 فما قبل كان اسمها جراب دي العاديه، بس جراب ده اتعمل له ري رايت من اول وجديد، تمام، لانه ما كانش اتعمل ديفلوبمنت بقاله فتره، فيعني اتظبط شويه وبقى عباره عن ميدلر سيستم. ما علينا، المهم نرجع نكمل. هتلاقي عبارة عن معظمها جمل اف واف الز، خلاص شبه شيل سكريبت كده بسيطة. ها وفي الاخر خالص بتقعد تنسرت شوية موديولز عندك. فاكر الموديولز والدرايفرز اللي قلت لك عليها؟ فاكر الموديولز والدرايفرز؟ بتحاول تلود كده مع البوت لودر شوية بيزك موديولز والدرايفرز عندك. بعد كده بيبدأ ها يعمل ايه؟ حاجة اسمها منيو انتري. عارف منيو انتري دي اللي هي ايه؟ ها منيو انتري دي اللي هي ايه؟ عشان اوصلها لك تعالى كده اعمل ريبوت واوريك المنيو انتري بنفسك. تعالى كده بص كده، شايف السطر ده كده؟ شايف السطر ده؟ كل سطر من دول اسمه منيو انتري، خلاص كل سطر من دول اسمه منيو انتري، شايف؟ تمام. المنيو انتري هو عباره عن سيليكشن انت ممكن تختاره. ايه ده يا عم؟ هو ممكن يكون عندي اكتر من حاجه اعمل لها سيلكت؟ اقول لك ايوه. ليه بقى الحكايه دي؟ انا قلت لك ان الجراب ده بيفهم قوي، يعني يعني بص، عندك ويندوز هيقراه هيشتغل معاه، عندك لينكس هيشتغل معاه، خلاص عندك ماك ممكن يشتغل معاه، عندك سولاريس او يونكس ممكن يشتغل معاه،
يعني الجراب ده ممكن يلوت اكتر من الاوبريتنج سيستم في نفس الوقت. لو عندك ويندوز هتلاقي له منيو كده هنا تاني تحتها على طول ممكن يعمل لها لود. عندك ماك هتلاقي منيو تحتها على طول او هتلاقي منيو انتري تحتها على طول. عندك سولارس ممكن يبقى عندك منيو انتري تحتها على طول. تمام كده؟ تمام؟ معنى كده ان كل اوبريتنج سيستم هيكون له منيو انتري. تمام؟ خلاص؟ فعشان كده بيعرف كل اوبريتنج سيستم او بيعرف كل اقول لك ايه كل بارتيشن ممكن تعمل منه بوت عن طريق منيو انتري عندك. مش كده بس، ده كل كيرنل ممكن تعمل منه بوت عن طريق منيو انتري مختلفه. ايه كل كيرنل؟ يعني ايه كل كيرنل؟ هو ينفع اوبريتنج سيستم له اكتر من كيرنل؟ هقول لك ايوه، وده الطبيعي عندنا. يعني ايه؟ بكل بساطه في اللينكس، في اللينكس تحديدا، يعني الكلام ده مش في ويندوز بالمناسبه، في اللينكس ممكن تانستول الكيرنل النسخه رقم اكس اكس، وممكن تانستول النسخه رقم اكس واي، وممكن تانستول نسخه ثالثه اسمها اكس زد. وانت بتبوت المكنه بتاعتك هتقول له انا عايز اختار النسخه دي ابدا منها. خلي بالك الثلاثه موجودين في نفس الوقت. هو الكيرنل ده عباره عن ايه اساسا؟ لما انت بتقول لي انا انستول اكتر من كيرنل، الكيرنل ده عباره عن ايه؟ عباره عن ملف، ومعاه ملف الانيشال رام درايف او الانيت رام اف اس اللي في الموديولز او الدرايفرز. ده الكيرنل بتاعك بكل بساطه. طب هو ليه اصلا اللينكس بيسمح لك يكون عندك اكتر من كيرنل؟ او انا هستفيد ايه؟ الموضوع بسيط جدا. انت دلوقتي تخيل انت عملت ابجريد، انت كان عندك النسخه وليكن مثلا 3.10.11، دي النسخه اللي موجوده عندك. هوب نزل نسخه جديده، فروحت اعمل لها انستول النسخه الجديده 3.10.14، دي النسخه الجديده اللي عملت لها انستول. خلاص ممكن وانت لما جيت عملت انستول للنسخه الجديده دي، النسخه القديمه دي كانت بتسبورت الدرايفر بتاع التيب درايف. خلاص كده انت عندك تيب درايف بتاخد منه باك اب تحط عليه في داتا سنتر، او بلاش تيب درايف، عندك يا عم سكانر، حاجه بسيطه جدا، الدرايفر بتاعها موجود مع الكيرنل لو شغال تمام. انت رحت جايب نسخه جديده، النسخه الجديده دي ها مفيش فيها الدرايفر او مش بتسبورت الدرايفر بتاع السكانر دي. فايه اللي هيحصل لو انت كنت عملت ريموف للنسخه دي وسبت النسخه دي بس؟ ها ايه اللي هيحصل؟ خلاص ما عادش هتعرف تشغل السكانر دي، مع السلامه يا معلم. لازم تروح تعمل ايه؟ تعمل انستول دي وتشيل دي. طب وليه العذاب ده يا عم؟ قال لك بص انا هسمح لك، انا هسمح لك يكون عندك ايه اكتر من نسخه موجودين في نفس الوقت، بس لما هتيجي تبوت هتقول له يا اما ابدا من دي بس او من دي بس او من دي بس. يعني انت هتبوت نسخه او هتبوت كيرنل واحد بس. لما تيجي تبوت اي اوبريتنج سيستم هتبوت كيرنل واحد بس خاص بالاوبريتنج سيستم ده. لكن هل ده يمنع ان يكون عندك اكتر من كيرنل فايل موجودين؟ لا، ما الكيرنل فايل اهو، كيرنل فايل اهو، ما الكيرنل اصلا بيتعمل لود امتى في الاساس وانت بتبوت؟ بس بعد ما بتعمل بوت خلاص يا عم ملوش اي لازمه عندك، ملوش اي قيمه اساسا. وانت بتبوت ممكن اقول له انا عايز ابوت من الكيرنل رقم واحد او من الكيرنل رقم اثنين او من الكيرنل رقم ثلاثة. والله اختار انت بقى براحتك اللي يعجبك، محدش يقدر يجبرك. خلاص كده. طيب ده هيسمح لك بايه؟ هيسمح لك لو انت كنت عملت انستول لنسخه كيرنل جديده ان انت تقدر تعمل لها تيست. خلاص، لان ممكن تعمل انستول لنسخه جديده يطلع النسخه الجديده دي فيها خازوق ولا حاجه، ممكن النسخه الجديده دي ما تشغلش كارت الشاشه بتاعك، النسخه الجديده دي عمل دروب للسبورت للاي تي اي مثلا او للانفيديا وليكن، عمل دروب لانفيديا 740 وانت كارت بتاعك انفيديا 740. معنى كده لما هي عملت دروب للسبورت ده ها، فانت الدرايفر بتاع كارت الشاشه بتاعك ما عادش شغال. طب وليه العذاب ده يا عم؟ ما تسيب النسخه دي كفايل موجوده، وسيب دي موجوده، وسيب دي موجوده، ولما الراجل يجي يبدا اديله حريه الاختيار بينهم كلهم، يختار اللي هو عايزه. بس لما يجي يختار هيختار بس ها واحد بس منهم. وضحت النقطه دي؟ وضحت؟ عشان كده كنت بقول لك ان ممكن اوبريتنج سيستم واحد له اكتر من منيو انتري.
تمام كده؟ وضحت؟ يبقى كل كيرنل له منيو انتري خاصة بيه، مش قوي. تعالى تعالى وضحها اكتر، تعالى كده اعمل لوجين كده هنا. بص لي كده يا سيدي، بص لي كده ls كده سلاش بوت عندي، او ls داش l سلاش بوت. بص كده انا عندي هنا كام نسخة كيرنل. بص انا عندي نسختين، ادي واحدة اهي وادي واحدة اسمها ريسكيو، وريسكيو ده واضح من اسمها ان ممكن تستخدمها في عملية الريسكيو، واضحة جدا. بالمناسبة كل نسخة كيرنل ليها نسخة انت رام اف اس زيها بالظبط، هتلاقيها بنفس الفيرجن بالملي. بص كده كويس للاسم ده 3.10.0.370، شايف اهو، وبص على الاسم ده هتلاقيهم الاثنين زي بعض بالملي، ماشي كده. كل نسخة كيرنل ليها نسخة انت رام اف اس خاصة بيها، ليه؟ لان كل كيرنل بيسبورت مجموعة من الموديولز والدرايفرز معينين. طبعا ده ما يمنعش انت ممكن تعمل انستول لموديولز ودرايفرز بعد كده، بس باي ديفولت كل كيرنل بيسبورت مجموعة موديولز ودرايفرز، خلاص كده. طيب كلام جميل. طيب دلوقتي بص كده، لو انت لاحظت هتلاقي عندي نسختين للكيرنل، واحدة اهي وواحدة اهي. لما تيجي تبوت تحب تبدأ انهي واحدة فيهم؟ لما تيجي تبوت تحب تبدأ انهي واحدة فيهم؟ يعني ايه الاساسية؟ طب ايه اللي يضمن لك ان مفيش مشكلة وهتحتاج تخش في الريسكيو دلوقتي؟ لو انت بتقولي الاساسية اللي هي دي، ماشي انا معاك. ايه اللي يضمن لك ان انت ما تحتاجش الريسكيو دي عشان حصلت عندك مشكله في الروت فايل سيستم؟ الروت فايل سيستم حد فصل الكهرباء عنه وبقى دلوقتي محتاج يتعمل له فايل سيستم تشيك، ايه اللي يضمن لك ان انت مش هتحتاج التانيه دي؟ اديني سبب واحد مقنع. والله في احتمال ان انت تحتاجها، صح؟ في احتمال. خلاص حلو قوي، ارجع بقى الملف الكونفيجريشن بتاعك يا عم، اهو ارجع الملف كده هتلاقي فيه عندك اتنين منيو انتري، واحدة للنسخة الأساسية اللي انت كنت بتقولي عليها اهيا، وواحدة تانية تحتها كده للنسخة بتاعت مين يا عم؟ بتاعت الريسكيو اهو. شفت؟ وصلت؟ معنى كده ان هيكون عندك اوبشن يا اما تشغل النسخة الرئيسية، او لو زنقت قوي معاك وفي مشكلة ممكن تخش النسخة الكيرنل بتاع الريسكيو دي، تمام كده؟ وضحت؟ طيب كلام جميل. اطلع بقى فوق مرة تانية، شايف لي كده من اول منيو انتري. يبقى المنيو انتري عبارة عن ايه؟ ها سطر بتسلكت هتبدأ من انهي نسخة كيرنل، او هتبدأ انهي اوبريتنج سيستم لو عندك اكتر من اوبريتنج سيستم، ماشي كده؟ تمام؟ هتلاقي في عندك شوية حاجات بسيطة هنا موجودة زي المنيو انتري وبيديها اسم، عارف ده ايه؟ ده الاسم اللي بيظهر لك كمنيو انتري. والله فاكر ما بيجي يقول لك سلكت انهي اوبريتنج سيستم من، او اسف انهي كيرنل منهم، اهو شايف اهو. خلاص كده حلو. بعد كده هتلاقي ايه؟ بدأ يفتح قوسين كده اهو ويديك شوية نهاية القوس اهي، خلاص. وبدأ يديك شوية بارامترز بسيطة جدا زي بيلود درايفر زي الفيديو، جي زد اي او بارت مس دوس، شايف؟ وبيلود الموديول اللي اسمه اكس اف اس، خدت بالك؟ ماشي كده. وبعد كده بيست الروت اللي اسمه اتش دي زيرو مس دوس واحد. ايه اتش دي زيرو ومس دوس واحد ده؟ ايه يا عم ده؟ بص هقول لك على حاجه. فاكر لما كنت بقول لك اسماء الديسكس والبارتيشنز عندنا بتبقى كالاتي؟ ادي الديسك اهو، الديسك ده وليكن اسمه اس دي اي، كان بيبقى البارتيشن ده اسمه اس دي اي واحد، وده كمان اس دي اي اتنين، واس دي اي تلاته،
ولو عندك لوجيكال بيبقى اسمه SDA 5 SDA 6 وهكذا، صح؟ طيب الجراب، الجراب بيبدأ قبل الكيرنل ما يقوم وقبل الكيرنل اصلا ما يديله اي نيمين كونفنشن. هو مين اصلا اللي بيدي الاسماء دي للديسكس والبارتيشنز؟ ها، مين اللي بيفرق لك مين اللي بيدي الاسماء دي للديسكس والبارتيشنز؟ الكيرنل بتاعك، صح؟ طب قبل الكيرنل ما يقوم الجراب، الجراب ده لو ليفل قوي، فالجراب ده بيشوف كل الديسكس، اي ديسك عندك بالاسم ده اتش دي بس مش A ولا B ولا C ولا أي حاجة من الكلام ده، بيبقى اسمه ها أول ديسك عندك HD0، تاني ديسك HD1، تالت ديسك HD2، شايف؟ خدت بالك؟ يبقى بدل HDA أو بدل SDA هيبقى اسمه HD0. وليه الحكاية دي؟ لأن قبل أصلاً أو الجراب بيتعمل للود قبل الكيرنل أساساً، فما بيقدرش يشوف الأسماء اللي احنا بنشوفها دي بعد ما نلود الأوبريتنج سيستم. اللي بيديك الاسم ده هو الكيرنل نفسه، لكن الجراب بيتعمل للود قبل الكيرنل أساساً، فمش هيقدر يشوف الأسماء اللي الكيرنل بيديها لك عشان تفهمها كبني آدم إن هي ها هل هو HDA ولا SDA ولا VDA. فاكر لما كنت بقولك ان ممكن يكون نوع الديسك عندك او نوع الهارد HDA لو هو بارلل ديسك او بارلل اتا، و SDA لو هو ساتا او سكازي، و VDA لو هو فيرشوال ديسك. فاكر الاسماء دي اللي بيديها لك عشان تفهمها هو الكيرنل نفسه، بس ده البوت لودر بتعمل لود قبل الكيرنل نفسه، فهتلاقيه شايف الاسماء بالشكل البدائي بتاعها، هتلاقيه شايف الاسماء بالشكل البدائي بتاعها، خلاص؟ طيب دلوقتي اسم الديسك نفسه ده اسم الديسك. طب البارتيشن قال لك بص لو انت شغال ام بي ار هيكون اسمه كده، اول بارتيشن هيكون اسمه مس دوس مايكروسوفت دوس 1، طب تاني بارتيشن مس دوس 2، طب تالت بارتيشن مس دوس 3. ايه ده؟ يعني لو جينا ترجمنا كده، تعالى امسح الكلام ده بقى كله كده، ولو جيت ترجمت الكلام ده هتلاقي الترجمة بسيطة جدا. اهو يا عم ادي الديسك بتاعي اهو، وادي الام بي ار موجود هنا اهو. البارتيشن الاولاني ده الاوبريتنج سيستم هيشوفه باسم ايه؟ فرضا SDA 1. طب ده هيبقى الايكويفالنت بتاعه للجراب هيبقى كام؟ هيبقى اسمه كده HD0 مس دوس 1. ايه رأيك؟ طب ده SDA 2 هيبقى اسمه SDA 2 هيبقى اسمه ايه؟ HD0 ومس دوس 2. سهلة؟ ها وضحت الحكاية دي؟ سلام الله يفتح عليكم. تعال نرجع هنا كده، بص اهو اهو، شايف؟ معنى كده ان هو كان هيحاول يلود انهي ديسك؟ الديسك الاول. وانهي بارتيشن في الديسك الاول؟ البارتيشن الاول. يعني من الاخر بيقول لي ان الروت فايل سيستم موجود فين يا عم؟ موجود في الديسك الاول في البارتيشن الاول. ها وضحت؟ وضحت؟ المعلومات دي بيجيبها منين؟ هوريك حالا لما اجي اعمل لود، هوريك حالا. بص لي كده، لو جيت تقول له كده اف ديسك داش ال ديف اس دي اي، بص لي كده اس دي اي بتاعك نوعه ايه؟ بص لي كده نوع الديسك بتاعك ده ايه؟ ها مس دوس، شايف؟ يعني انت كنت بتستخدم الام بي ار في البارتيشننج. بكل بساطة، بكل بساطة الجراب، الجراب لما بتعمل له انستول كباكج اصلا بيعمل ديتكت للديسكس اللي موجودة عندك ويشوف الديسك ده كان نوعه ايه، الديسك ده نوعه دوس او ام بي ار، ولا الديسك ده نوعه جي بي تي، ولا الديسك ده نوعه ايه بالظبط. وبعد كده يحاول يعمل ماب،
يعمل اوتو ديتكت للاوبريتنج سيستمز اللي معمول لها انستول على الديسك ده خلاص، وكل اوبريتنج سيستم معمول له انستول في انهي بارتيشن اهو. وضحت تمام كده؟ طيب تاني مستوس الاسماء دي اللي كان بيديها لك بالاسم ده، الاسم المفهوم ده هو الكيرنل نفسه، هو الكيرنل نفسه. والكيرنل كان بيديك اسماء هيومن ريدابل قوي زي اتش دي اي للديسكات الاتا او البارل الاتا، واس دي اي للساتا وللسكازي ومش عارف والاس اس دي. في دي اي كان بيديهولك لمين؟ او في دي لفيرشوال ديسك لو انت شغال كفيرشوال ماشين. طيب الاسماء دي بما ان الكيرنل اللي كان بيديها لك، طب انت البوت لودر اصلا بيتعمل له لود قبل، او الجراب بيتعمل له لود قبل الكيرنل اساسا، فمش هيقدر هو يشوف الاسماء دي. امال هيشوف ايه؟ هيشوف الاسماء بالشكل البدائي بتاعها، بالشكل البدائي ده بس، فهو ما بيقدرش يشوف A و B و C وكلام من ده. فهو بيدي لكل ديسك رقم بس، على حسب الرقم بتاعه بيشوفه اهو. الديسك الاولاني هيبقى اسمه اتش دي 0، الديسك الثاني اتش دي 1، الديسك الثالث اتش دي 2 وهكذا. طب البارتيشن الاولاني اهو ده هيبقى اسمه، لو انت شغال ام بي ار هيبقى اسمه مس دوس 1، لو انت شغال او اسف الديسك البارتيشن الثاني هيبقى اسمه مس دوس 2 وهكذا. طب السؤال بقى، احنا لسه ما جناش للجي بي تي ولسه هنتكلم عنه ان شاء الله، يعني هنعمل له كده حلقه كده نص ساعه لوحدها نتكلم عليها، بس دلوقتي عشان تبقى عارف ايه اللي هيحصل. لو انت عندك جي بي تي، لو انت عندك ديسك كده والديسك ده نوعه جي بي تي، عندك ثلاث ديسكات بغض النظر، بغض النظر عن الجي بي تي شغال ازاي خلاص، بس فرضا انت عندك جي بي تي، اعتبر الجي بي تي زي الام بي ار دلوقتي، اعتبره زي الام بي ار دلوقتي خلاص. لسه بكلمك عن الفرق بينه وبين الام بي ار ماشي. الجي بي تي ده يا سيدي، الجي بي تي هيتشاف كاسماء ايه؟ قلت لك الديسك بيتشاف باسمه البدائي، معنى كده ان الديسك ده كامل هيبقى اسمه اتش دي 0 او اتش دي 1 او اتش دي 2 على حسب ترتيب الديسك ده رقم كام. طيب البارتيشن ده نفسه بقى هيبقى اسمه ايه؟ جي بي تي 1. طب البارتيشن الثاني هيبقى اسمه اتش دي 0 وجي بي تي 2، نفس الطريقه بس بدل مس دوس اتشال واتحط مكانها مين؟ كلمه جي بي تي بس كده، بس لا اكتر ولا اقل. طيب تعديك بسرعه كده في عجاله، ايه الفرق بين الجي بي تي والام بي ار؟ يلا بقى بالمره بص لي كده. الام بي ار قلت لك كان فيه خازوق رهيب جدا اللي هو ايه ده، الديسك اهو. الام بي ار بيكون في الاول صح، مش ده اللي احنا قلناه؟ وادي البارتيشنز بتاعتك خلاص كده. قلت لك ان الام بي ار مساحته كله على بعضه كام بايت؟ 512 بايت. وكان بيديك البارتيشن تيبل منهم كام بارتيشن او برايمري بارتيشنز كام؟ البارتيشن تيبل كله كان 64 بايت. دول لمين؟ للبارتيشن تيبل، معنى كده 4 برايمري بارتيشنز بس خلاص. الام بي ار قلت لك كان بيتكتب في الاول بس هنا. طيب امال بقى ايه اللي بيحصل يا عم مع الجي بي تي؟ قال لك بقى استنى، عندك ده بيتكتب في الاول بس صح. طب ده لو بقى كوربتد ايه اللي حصل؟ كل الداتا اللي هنا، مع السلامه يا معلم. لو الام بي ار نفسه بقى كوربتد، لو البارتيشن تيبل نفسه اصلا طار، مع السلامه. عشان يحل المشكله دي قال لك بقى ثانيه واحده، الجي بي تي انا هحط لك نسخه منه في الاول وهحط لك نسخه تانية في الاخر. بالمناسبه اللي بدا يتكلم على الجي بي تي دول كانوا مهندسين في ابل، كانوا مهندسين في شركه ابل وبداوا يتكلموا عنه كده في 2004، اتعمل درافتنج له، وبعد كده بدا يتكلم في 2006 مره ثانيه، وبعد كده جه في 2008 وبدا يبقى يشتغل كديفاكتو ستاندرد والعالم كله بدا يتكلم عليه ان هو هيبقى يعني الستاندرد بتاع العالم كله. حاليا ناس كتيره جدا في السيرفرات وحتى على اجهزه البي سي بقوا شغالين باي ديفولت على الجي بي تي خلاص. طيب الحاجه الثانيه، اكبر عدد من البارتيشنز ممكن تستخدمها مع الجي بي تي
كام يا عم؟ قال لك 64 بارتيشن. خلاص يبقى كده حليت مشكلة الاربعة بارتيشنز اللي كانوا موجودين هنا، خلاص خلصنا منها. طيب الحاجة التانية، الحاجة التانية الـ MBR كان فيه خازوق كبير جدا، ان كل بلوك هنا بيكون له ادرس، كل بلوك اهو بيكون له ادرس، كل بلوك بيكون له ادرس. طب الـ MBR ده، الـ MBR ده كان عبارة الادرسنج بتاعه، يعني كل بلوك بياخد رقم، رقم البلوك ده كام؟ الادرسنج عدد او الادرس سبيس المتاحة كانت 32 بت. عارف ده معناه ايه؟ ان مساحة اي ديسك ما ينفعش تتخطى 2 أس 32 ادرس سبيس. عارف ده معناه كام؟ ها ده معنى كام؟ 2 أس 32 بكام يا معلم؟ 2 اهون. تعال كده نفتح الساينتفك. راح فين؟ أس 32. عارف ده معنى كام؟ 4 مليون، اسف، 4 مليار، 4 مليار سيكتور. تمام كده؟ 4 مليار سيكتور دول اللي هو كام يا عم؟ السيكتور سايز اصلا 512 بايت. 4 مليار في 512 بالبايت، معنى كده ان انت محتاج تقريبا، تقريبا لو جيت قربتها هتلاقيها حوالي 2 تيرا بايت. 2 تيرا بايت. تخيل ان كان عندك ليميت على الديسك، ها عندك ليمت ان ما ينفعش يكون الحجم بتاعه اكبر من كام؟ من 2 تيرا بايت. يا دين النبي، عارف ده معنى ايه؟ ان لو انت جبت ديسك حجمه النهارده بالمناسبه 2 تيرا بايت ده ولا حاجه، 2 تيرا بايت ده ولا حاجه. انت في الطبيعي بتجيب النهارده ديسكات 4 تيرا بايت، 64 تيرا اصلا، 60 تيرا مش 64، 60 تيرا. سي جيت لسه عامله اعلان ان هي هتعمل له ريليز 60 تيرا بايت. عارف لو جبت ديسك 60 تيرا بايت ايه اللي هيحصل؟ هيقرا اول 2 بس منه. طب والباقي ده مش هيقدر يقراه، هيفضل كده فاضي. يا نهار ازرق، ده حته خازوق يا عم، خازوق جامد جدا، خازوق جامد جدا، صح؟ تمام كده؟ يعني انت حتى لو عندك ديسك كبير مش هتعرف تقرا الحاجات اللي جواه، او هتقرا بس اول 2 تيرا منه والباقي هيكون wasted space، يعني من الاخر ملوش اي قيمة عندك، ملوش اي قيمة. تمام كده؟ طيب كلام جميل. تعال لي هنا كده يا عم، ولو جيت دورت على الجي بي تي، تعالى بص كده بيقول لك، بص هنا الرسمة دي حلوة قوي، بتعجبني قوي الرسمة دي، بتعجبني قوي الرسمة دي. بص كده البروتكتيف الماستر بوت ريكورد بتاعه، شايف كده؟ هتلاقي فيه نسخه في الاول اهو فوق خالص اهي. تعالى كده نفتح يا عم الصوره دي، شايف في نسخه في الاول اهي وفي نسخه تحت اهي في الاخر، ايه رايك؟ شفت الحلاوه دي اهي، شايف؟ وده من اهم الفروق اللي بينه وبين مين؟ بين الام بي ار. طيب حلو جدا، يلا وحش تعالى. طيب ايه تاني يا سيدي؟ راحت فين؟ فين اللي عايز اقولك عليها؟ طيب اهو الحتة اللي بقولك عليها اهي، الحتة اللي بقولك عليها اهي، خلاص. ايه بقى الحته اللي بقولك عليها؟ كنت بقولك ان 2 اس 32 الادرسنج، يعني بيحط 2 اس 32 ادرس سبيس بس، لكن الجي بي تي، الجي بي تي ها بيحط 2 اس 64
عارف 2 اس 64 دول ايه؟ رقم كبير جدا جدا جدا. معنى كده ان اي ديسك تقدر تقرا فيه لحد مساحه كام؟ ربنا يديك الصحه بقى. انا والنبي يا ابني ما اعرف الرقم. يعني انت لو جيت كده 2 اس 64 دي هيطلع لك رقم رهيب جدا. بص الرقم ده، بص كده كام علامه عشريه اصلا. شوف الرقم ده مقارنه بالرقم ده، انا اصلا مش عارف انطقه. ده بص دول 3 و3 6 و3 9 و1 10، دول 10 خانات بس. طيب حلو، بص لي كده 2 اس 64، بص دول كام خانه؟ 3 و3 6 و3 9 3 12 15 18 20 خانه. عشرين خانة، فرقم كبير جدا 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 يعني. خلاص كده؟ معنى كده ان الجي بي تي اعتقد ان هو هيكفي اهو نفس الرقم اللي طلع معانا اهو من شوية، هيكفي لأي مساحة ديسك انت ممكن تتخيلها على الأقل للعشر سنين اللي جايين، على الأقل كحد أدنى. خلاص كده؟ ماشي؟ طيب بص هنا كده كمان بيقول لك ان الماكسيمم 9.4 زيتا بايت، 9.4 ها الماكسيمم ديسك هيبقى الماكسيمم بتاعه 9.4 زيتا بايت. معرفش الزيتا دي هنوصل لها امتى يعني. خلاص طيب كلام جميل. ماشي، اعتقد ان كده كافي جدا بسرعه كده في عجاله سريعه كم الفرق بينهم. ماشي. طيب نرجع تاني لموضوعنا بقى، نرجع تاني لموضوعنا. يبقى دلوقتي عرفت لو 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 الجراب معمول له انستول على الجي بي تي هيبقى اسمه ايه، ولو معمول له انستول على ام بي ار هيكون اسمه ايه، او هيبان اسم الديسك او اسم البارتيشن هو اسمه ايه. ها حد عنده اي مشكله؟ حد عنده اي مشكله كده؟ في حاجة بس كده اتأكد منها. ثانية واحدة، في غلطة، في غلطة انا غلطتها هنا، في غلطة انا غلطتها معلش. انا عمال اقول ايه ال 64 بارتيشن ده اقصى عدد من البارتيشنز مع الجي بي تي 128 بارتيشن وليس 64 بارتيشن. اقصى عدد من البارتيشنز 128 بارتيشن مش 64 بارتيشن. خلاص دي غلطه مني انا، معلش اعذرني انا اتلخبطت بس، او يعني اقول لك ايه، اتلخبطت ما بين 64 بت و 64 بارتيشن. لا هي 128 بارتيشن. ماشي عشان ما لخبطكوش معايا. طيب ايه تاني؟ تقدر تعمل بوت من الجي بي تي. ايوه ممكن تقدر تعمل بوت من الجي بي تي النهارده. بالمناسبه لينكس بيسبورت الجي بي تي وبيسبورت الام بي ار من زمان جدا، يعني من اوائل الاوبريتنج سيستمز اللي عملت سبورت للجي بي تي. بس خلي بالك خلي بالك في خازوق جامد قوي بيحصل اللي هو ايه. بص لي كده، بص يا سيدي ايه الخازوق اللي بيحصل بقى والناس بتلبس فيه. ادي الديسك بتاعك اهو، الناس جابت راح عامله بارتيشننج هنا، راحت عامله بارتيشننج هنا، وراحت حاطه هنا في الاول ام بي ار. طالما انت عملت في الاول ام بي ار مفيش طريقه تحول للجي بي تي كده على طول الا لما تعمل ها شيل الام بي ار، شيل كل حاجه اصلا، لازم هيحصل داتا لوس. وتنستول لمين يا عم هنا في الاول وفي الاخر؟ الجي بي تي. لازم هتعمل ها او هترجع الديسك ده الرو ديسك وترجع تقسمه من اول وجديد ك جي بي تي. خليك فاكر الحكايه دي. تاني لو انت جبت الديسك الاول وقسمته ك ام بي ار العادي، ام بي ار العادي خالص ماشي، او اللي احنا بنسميه عندنا مس دوس ايا كان المسمى اللي انت بتسموه له،
حلو، عشان تحوله من ام بي ار لجي بي تي هيحصل داتا لوس، عشان تحوله لجي بي تي هيحصل داتا لوس، ولو كان جي بي تي وعايز تحوله لام بي ار هيحصل برضو داتا لوس. خلاص كده، خليك فاكر الحكايه دي. طيب في بعض البرامج، في بعض البرامج بيعمل حركه صايعه جدا، بيحاول يعمل حركه صايعه، بياخد نسخه باك اب من مين يا عم؟ من الام بي ار دي، يحطها في الميموري، ماشي كده، بعد كده يمسح الام بي ار ده ويكريت الجي بي تي، وبعد كده يريستور مين يا عم؟ ها، بداية ونهاية كل بارتيشن يحطه فين؟ في الجي بي تي ده. بس بتنفع مع بعض البرامج، بس بغالبية البرامج اللي شفتها ما بتنفعش. خلينا ماشيين على الشكل الطبيعي بتاعنا، شكل الطبيعي جدا ان لو هو ام بي ار وعايز تحوله لجي بي تي لازم ترجع الديسك ده لرو ديسك سبيس، ولو هو جي بي تي وعايز ترجعه لام بي ار لازم يرجع لرو ديسك سبيس برضو. من الاخر هيحصل داتا لوس عندك. بس ماشي، خلاص كده واضحه؟ ها، حد عنده اي مشاكل؟ ها، اصلا لو هو جي بي تي، لو هو جي بي تي مفيش، انا لحد النهارده ما شفتش طريقه بتحوله الام بي ار، لو هو جي بي تي ما شفتش اي طريقه ولا اي برنامج بيحول من جي بي تي لام بي ار. العكس ده بيتم، لكن ده ما بيتمش. عارف ده ليه؟ لان ده 32 بت وده 64 بت. حلو، 32 ينفع يحطهم في 64، لكن 64 ما ينفعش يحطهم في 32 بالعقل، ما ينفعش. مش محتاجة اي حركة ذكاء اساسا، مش محتاجة اي حاجة. خلاص، طيب الـ MBR اصلا سبورتد على كل الاوبريتنج سيستم من زمان، الـ MBR سبورتد على كل الاوبريتنج سيستم من زمان. الـ GPT قلت لك بدأ يظهر كدرافتس كده بسيطة كمقدمات في اواخر 2004، وبدأ يظهر بقوة جدا في السوق تحديدا بقى في 2006، اتعمل له اعادة احياء بكل بساطة كمشروع. 2008 كل الناس تقريبا شبه قررت ان هو يكون الديفولت بتاعها. كان في الوقت ده ويندوز فيستا ويندوز 7 تحديدا كان لسه نازل، وكان الناس بدأت تسمع عن الجي بي تي وقتها. بالمناسبة في الوقت ده كان لينكس بيسبورت الجي بي تي برضو، كان لينكس اصلا الديفلوبرز بتوع فيدورا وبتوع اوبونتو كمان كانوا حطوا سبورت ها للجي بي تي، كانوا خلاص فعليا رسميا كان موجود. سيرفرات الكاميرات، هقول لك ليه الجي بي تي يعني سيرفرات الكاميرات. بص، بكل بساطه السيرفرات اللي بتخزن الفيدباك من الكاميرا، يعني السيرفرات اللي بتاخد الاستورج او بتخزن الاستورج بتاع الكاميرات، بتبقى عاده حاطين ديسكات كتيره جدا. يعني عايز اقول لك ان في عندنا ستورج سيستم، بالنسبه لنا عندنا ستورج سيستم بتاع كاميرات كده، راك حلو كده ظريف، الراك ده كده عباره عن فينا ستورج كنترولر موجود هنا وكله مترشق ديسكات تحت بعض بالمنظر ده. خلاص، مساحات الاستورج اللي موجوده هنا كام تحديدا؟ حوالي كام؟ استنى سيبها لك، لان معمول عليها ريد لحد ما اتكلم في الريد وفهمه لك. اليوزابل كانت 514 تقريبا، قلنا عندنا حوالي 2000 تيرا بايت. فعدد الديسكات ده لو انت حسبتها هتلاقي ان كل ديسك جاي مساحته 4 تيرا بايت. ده لو انت استخدمت الـ MBR partitioning هتستخدم من كل ديسك كام بس؟ لحد 2 تيرا. هتستخدم من كل ديسك لحد 2 تيرا، معنى كده ان الـ MBR هيكون ايه؟ مش افشنت خالص. فبيستخدم مين يا عم؟ الجي بي تي. بيمسك كل بارتيشن من دول يحط له جي بي تي، وده جي بي تي وده جي بي تي، عشان يقدر يستخدم الماكسيمم سبيس. وصلت؟
الغالبية العظمى من الأجهزة دلوقتي شغالة إيه؟ الغالبية العظمى من الأجهزة والسيرفرات ما زالت شغالة MBR. معظم السيرفرات الموجودة في العالم ما زالت شغالة MBR. خلاص؟ ليه؟ الموضوع ده موضوع يعني ممكن أقول لك مرتبط بالتاريخ أكتر. خلاص الناس كانت شغالة وجايبة MBR فبيديفولتوا على طول لمين؟ للـ MBR. انت لما جبت الهارد بص انت لما جبت الهارد ونزلته معظم الاجهزه الجديده ها معظم الاجهزه القديمه كلها مش بتسبورت الا مين يا عم؟ الا الام بي ار بس. الاجهزه القديمه كلها مش بتسبورت الا الام بي ار فقط. الاجهزه الجديده هتلاقيها اللي ظهرت بعد 2008 تقريبا او 2009 وانت طالع هتلاقيها بتسبورت حاجة اسمها الام بي ار وبتسبورت الجي بي تي. ممكن تلاقي كده اسم الجي بي تي كده مرادف لحاجة اسمها جي يو اي دي بارتيشن تيبل، هتلاقيها في البايوس كده اسمها جي يو اي دي. خلاص كده بتسبورت الاثنين. لحد 2014 تقريبا، لا مش 2014، لحد 2012 كانت معظم الاجهزة بتحاول تنستول على ام بي ار. لو انت عندك لابتوب او سيرفر جه بعد 2012 بيحاول يروح باي ديفولت لمين؟ ها للجي بي تي. تاني لان الام بي ار هو اللي كان موجود من سنين، من اكتر من 20 او 25 سنه، فكانت الاجهزه باي ديفولت بتروح لمين يا عم؟ للام بي ار ده، سواء اجهزه جديده او قديمه. معظم الاجهزه اللي اتعملت في 2012 وما بعده بتحاول تروح باي اوتوماتيك لمين يا عم؟ للجي بي تي. لو شغلتها ام بي ار هتبقى كومباتبل معاها وهتشتغل، مش هتقول لك لا، بس الجديد كل الوقت بيديفولت لمين؟ للجي بي تي. وصلت؟ ها وضحت؟ حد عنده اي مشكله؟ بالمناسبه الموضوع ده متعلق اكتر بالفيندر، الموضوع ده متعلق اكتر بالفيندر لا اكتر ولا اقل. خلاص؟ لكن انت كاند يوزر ممكن تروح كده تكونفيجر في البايوس تقول المكنه دي انا عايز استخدم الام بي ار. ماشي، عايز بس اقول لك على حاجه ممكن في البايوس بتاعك تشوف الاسماء دي اقول لك عليها. بص الام بي ار ممكن هتبقى اسمه، هتلاقي اسمه كده ال بي اي لوجيكال بلوك ادريسنج، الاثنين دول مرادف لنفس الحاجه. الجي بي تي ممكن تلاقي الاسم بتاعه في البايوس جي يو اي دي. خلاص، او ممكن تلاقي اسمه اي اف اي او يو اي اف اي. اي اف اي اختصار اكستندبل فيرموير انترفيس، يو اي اف اي يونيفرسال اكستندبل فيرموير انترفيس، اكستنسبل مش اكستندبل، اكستنسبل فيرموير انترفيس. خلاص تمام كده. فلو لقيت الاثنين دول كده الاثنين مرادف لحاجه واحده، او لو لقيتها اسمها ميس دوس، التلاتة حاجة واحدة. التلاتة اللي هو مين يا عم؟ الـ MBR Partitioning، وده برضو لقيته اسمه GBT أو GUID أو EFI أو UFI، هم كلهم عبارة عن GBT Partitioning. ها وضحت؟ فما تتلخبطش لو لقيت الأسماء مختلفة. يعني ممكن تروح مثلا لـ HP Laptop تلاقي اسمه GBT، ممكن تروح لدل Laptop تلاقي اسمه EFI أو UEFI. فالاثنين بالنسبة لك ايه؟ افهم بقى اللعبة. هو يقصد بدي اللي هو بيستخدم 32 بت ادريسنج وبيكون في نسخه واحده بس من الماستر بوت ريكورد بتاعه او البوت ريكورد زيرو بتاعه او البوت ريكورد الرئيسي بتاعه. الجي بي تي ها بكل بساطه بغض النظر عن اسمه ايه بقى هياخد منك نسختين، اكبر عدد من البارتيشنز 128 والادريسنج بتاعه 2 اس 64. فما تتلخبطش بس بايه لو لقيت الاسماء مختلفه. اهو انا اديتك اهو معظم الاسماء اللي هتشوفها على الاجهزه، الغالبيه العظمى 99.9% هتلاقي فيها الاسماء دي. فما تتلخبطش او ما تتخضش لما تلاقي الاسماء مختلفه. ماشي، لقيتها ال بي اي يقصد الام بي ار، لقيتها ميس دوس يقصد الام بي ار، لقيتها جي بي تي او جي يو اي دي او اي اف اي او يو اف اي برضو ايه ما تتخضش. ها حد عنده اي مشكله؟ ها تمام كده. طيب تمام ممتاز جدا. تعالى يا سيدي
نكمل بقى. المهم بعد كده عمل ايه؟ بيقول له هنا حاول تدور تلاقي البارتيشن ده. لو انت هتدور في بايوس روح دور على مين؟ على البارتيشن ده. لو انت هتدور في فين 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 راحت فين اهو، بص لي كده. لو انت هتدور في ميس دوس او هتدور في ام بي ار خلاص، لو انت هتدور هو اصلا كل عندي ام بي ار، فهتلاقيه بيدور حتى ام بي ار او اف اي على نفس البارتيشن، على نفس البارتيشن، لانه هو عمل ديتكت للديسك الايه شغال ام بي ار او شغال ميس دوس بارتيشنينج. بص لي كده كمان، بيقول لك دور على انهي بارتيشن يا عم؟ دور على البارتيشن اللي اليو يو اي دي بتاعه رقمه بالرقم ده. فاكر وانا كنت بعمل ماونت وكنت بقول لك اليو يو اي دي؟ فاكر؟ طب تعال كده نشوف اليو يو اي دي كده، بلوك اي دي كده. بص لي كده، الروت فايل سيستم بتاعي ديف اس دي اي واحد موجود فين يا حاج؟ بيبدأ بسي وبينتهي سي خمسة وبينتهي بستة سي. هل ده هو ده؟ سي خمسة وبينتهي بستة سي. بص لي كده يا سيدي، اتفرج اهو. بص يعني بكل بساطة ما كانش بيسيبه بس يدور على البارتيشن ده، لا ده كان بيربطه بالبارتيشن ده وباليو يو اي دي ده. عارف ليه؟ عشان لو كان عندك ديسكين وبدلت الكابلات بتاعتهم دلوقتي، اللي كان الديسك الاولاني هيبقى الديسك التاني، فبرضو حتى لو بدلت ما يتلخبطش. بيقول له دور على البارتيشن ده بشرط ان يكون اليو يو اي دي بتاعه بالرقم ده. فاكر اليو يو اي دي؟ ها وصلت؟ حلو قوي. انا قلت لك اليو يو اي دي بيتغير في حاله واحده بس، لو انت عملت فورمات للبارتيشن ده خلاص. اليو يو اي دي بيتكريت اوتوماتيك لما بتعمل فورمات للبارتيشن. حلو، طيب كلام جميل. ننزل تحت بقى، اهون هنا مره كان بيسيرش عن طريق الديسك نيم، هنا مره بيسيرش عن طريق الفايل سيستم اي دي خلاص. سواء لقى ده الناتج ده، بقول له انت بتسيرش بالديسك نيم ها وبالبارتيشن نيم، هنا بيسيرش بالفايل سيستم اي دي. يعني ايه؟ يعني بكل بساطه اول مره بيقول له روح دور لي في الديسك الاولاني على البارتيشن الاولاني اللي اليو يو اي دي بتاعه بالرقم ده. طب افرض ما لقاش الديسك الاولاني ولا البارتيشن الاولاني، اليو يو اي دي هو نفس البارتيشن ده، يعمل ايه؟ قال له روح دور بس على اليو يو اي دي. شفت؟ خلاص معنى كده ان حصل تبديل في الديسكات. تاني كده؟ تاني ولا خلاص مفهومه؟ ها اللي عمله اول مره بيحاول الاول يدور على في الديسك الاولاني على البارتيشن الاولاني بشرط ان اليو يو اي دي يكون بالرقم ده، ودي الحاله الطبيعيه جدا ان ما حصلش اي تبديل في الديسكات، ما حصلش اي تبديل في الديسكات. هيفضل الديسك الاول البارتيشن الاول في الديسك الاول بنفس اليو يو اي دي. طب افرض ان حصل تبديل في الديسكات، معنى كده ان البارتيشن الاول مش هيكون في الديسك الاول، هيكون البارتيشن الاول بس ممكن يكون في الديسك الثاني او الديسك الثالث. في الحاله دي لو ما لقاهوش في الديسك الاول قال لك بس خلاص، ما انت عندك اليو اي دي يونيك، خلاص دور باليو يو اي دي بس، دور باليو يو اي دي بس. وصلت؟ ها وضحت؟ حد عنده اي مشكله؟ يبقى في اول طريقه بيحاول يوصل للطريقه المثاليه اللي هو ايه، كل حاجة كما هي، كل حاجة على وضعها ومفيش أي مشكلة. في الحالة التانية افرض لقيت تغيير في الديسكات، في الديسك نمبر أو الديسك أوردر، خلاص دور باليو اي دي بما إن اليو اي دي يونيك عندك. وصلت؟ طيب تمام. اللي بعده، اللي بعده
هتلاقي فيه عندك سطرين، السطر الاول اسمه لينكس 16. خلاص لينكس 16 ده، لينكس 16 ده بيحط له فيها مكان، ها مكان مين يا عم؟ مكان الكيرنل بتاعك. هو الكيرنل بتاعك موجود فين بالظبط؟ شفت اهو ده الكيرنل بتاعك خلاص، وموجود فين بالظبط؟ موجودة في ديف في المكان ده. وبص كده في بعد كده ار او، ار او معناها ايه؟ ريد اونلي. فاكر لما كنت بقول لك الكيرنل بتاعك بيماونت الروت فايل سيستم كريد اونلي في الاول؟ فاكر اهو شفت الحته دي. ار او معناها اعمل له ماونت ريد اونلي. خلاص طيب ايه تاني، ايه تاني ممكن تفهمه من هنا يا سيدي؟ ار اتش جي بي. عارف ار اتش جي بي اللي هو ايه؟ ها ار اتش جي بي اللي هو ايه؟ ريد هات جرافيكال بوت. ريد هات جرافيكال بوت، عارف وانت بتبوت مش بيجيب لك كده السيستم بتاعك بيبدا يلود وبيجيب لك بروجرس بار كده شغال، بيجيب لك بروجرس بار كده صغير شغال قدامك صح؟ طيب البروجرس بار ده ممكن تلاقيه استبدله في ريل 7 بدايره كده عماله تلف في النص. تعالى كده، تعالى يا عم اعمل لك ريبوت واوريك انا اقصد ايه. تعالى كده اعمل ريبوت. طيب وقف بقى هنا كده، دي المنيو انتري خلاص فهمناها. بص لو ضغطت انتر ها ايه اللي هيحصل؟ هيبدا يبوت. بص كده من اول بعد الحته دي على طول هيبدا ريد هات جرافيكال بوت. بص بص لو ضغطت الت ودي، الت ودي بيعمل ايه؟ شايف شايف الجرافيكال انترفيس ده الدايره اللي بتلف ده معناها ايه؟ لسه بيلود السيرفيسز. لو ضغطت الت وانتر بي ايه؟ لو ضغطت اسف الت ودي، الت ودي ديتيلز يعني الت ودي بيجيب لك ايه؟ بيجيب لك الديتيلز بتاعتها. الت ودي مره ثانيه بيخفيها، فباي ديفولت ها بيعرض لك مين يا عم؟ بيعرض لك الجرافيكال بوت اللي هو الجرافيكال انفايرومنت دي وانت بتبوت. مش كده وبس، وبيعرضها لك بشكل، تعالى كده نصغر دي كده، بيعرضها لك كمان بحاجه اسمها كوايت. كوايت يعني ايه؟ ها خبي اللي بيحصل عندك، خبي السيرفيسز وهي بتبوت عندك. كوايت يعني بهدوء، بدل ما يوريك ايه ستارتنج سيرفيس كذا، ستارتنج سيرفيس كذا، ستارتنج سيرفيس كذا، هتقعد تشوف كميه سيرفيس بالعبيط. يبقى ار اتش جي بي عشان كان يوريك مين؟ عشان كان يوريك الجرافيكال انترفيس اللي هي الدايره اللي عماله تلف. وكوايت دي كان عشان ايه؟ ها عشان يخبي اللي بيحصل وراها. تمام كده؟ والا لو انت جيت عملت ريبوت كده اهو، عايز تبين الكلام ده في اي لحظه بالمناسبه، لو عايز تبين الكلام ده في اي لحظه ها ممكن وانت بتبوت كده اضغط الت ودي عشان تجيب الديتيلز بتاعتها، عشان تجيب الديتيلز اهو. بص كده مش كويت كده، ها بقى كويت. كويت يعني خبي كل حاجه وراك يعني بكل بساطه بهدوء يعني، ماشي كده؟ ها وضحت الحته دي؟ نرجع تاني اهو. بعد كده اللانجوج بتاعتك، بعد كده اللانجوج بتاعتك اللي هي ما تدخلش تلنت لان التلنت مش سكيور. التلنت اصلا باي ديفولت ديسيبلد عندنا على المكنه، التلنت باي ديفولت مش على المكنه، على كل الاوبريتنج سيستمز دلوقتي النهارده التلنت باي ديفولت ديسيبلد. التلنت مش سكيور، ببعت الكلام بلين تكست. لو بعمل سنيف للشبكه عندك دلوقتي هشوف كل حاجه بتحصل عليها. مين العقل هيشغل تلنت؟ قول لي على واحد عاقل النهارده مشغل تلنت. تلنت ده ممكن تستخدمه. طب وليه اصلا اعمله قريب من الاساس؟ ده انت تستخدمه وانت بتجرب كده مع سيسكو سويتش كده ولا حاجه وانت قاعد موصل بيه فيزيكلي وانت قاعد.
وانا انيبل ليه اصلا سيرفيس انسكيور زي دي. طيب السطر اللي بعدها انت ار دي اهو، وعرف له فين مكان مين يا عم الانت ار دي بتاعك. ليه؟ عشان الكيرنل وهو بيلود، الكيرنل هو بيلود محتاج يشوف الملف ده عشان يعمل لود لمين؟ للموديولز والدرايفرز منه، للموديولز والدرايفرز منه. وصلت؟ ها تمام كده. طيب يبقى دي كانت اول منيو انتري عندي اهي، شايف دي كانت اول منيو انتري عندي. طيب تاني منيو انتري التانية كانت بتاع الريسكيو، فاكر؟ اهي بتاعت الريسكيو المرة دي زيها زي اللي فوقيها بالظبط، بس بتاعت الريسكيو بتدور برضو على نفس البارتيشن، بس بتدور على نسخة كيرنل مختلفة اهي. وضحت؟ ها معنى كده ان لو عندك نسخة كيرنل تانية متسطبة، لو عندك نسخة كيرنل تانية متسطبة، ها النسخة التانية دي هتلاقي لها كمان منيو انتري كمان موجودة باسمها، ماشي كده؟ طيب كلام جميل. في حاجة بس عايز اقولك عليها، احنا ممكن نعدل على فكرة منيو انتري وكل الكلام ده، في حاجة بس فين؟ ايوة هنا هو يا سيدي. بص كده بيحط حاجة اسمها التايم اوت، عارف التايم اوت اللي هو ايه؟ ها التايم اوت اللي هو ايه؟ عارف الوقت اللي بتستناه لو ما اخترتش اي اوبريتنج سيستم بيلود الديفولت فيهم، شايف؟ فاكر لما كان بيبوت من شوية كان بيعمل كاونتر كده يعد كام ثانية، وليكن 5 10 15 20 وهكذا. هو باي ديفولت عندك التايم اوت بتاعنا كام؟ 5. طب ينفع انا ازود التايم اوت ده او اقلله؟ ايوه، وهذا نعمله دلوقتي حالا، هنعمله دلوقتي حالا. طيب ايه كمان يا سيدي عايز اقول لك عليه؟ ماشي، اعتقد ان كده كفايه، تعال نبدا نجرب كده، تعال نبدا كده نجرب. اول حاجه تعال نغير التايب اوت بتاعنا، تعال افتح بدل ما افتح بالسكالر المره دي افتح بفيم. اول حاجه عندنا عايزين نغيرها اللي هي مين؟ التايم اوت. بدل التايم اوت ده ما انا عايزه 5 ثواني الاول، تعال اوريهولك قبل التغيير وتعال اوريهولك بعد التغيير. تعال اوريهولك قبل التغيير اهون، بص كده اهو 5 4 3 2 1 اللي هو الوقت اللي هيستناه عشان يلود الديفولت كيرنل لو انت ما اخترتش اي حاجه، ده الديفولت تايم اوت. خلاص كده احنا هنعدل الكلام ده، بدل ما هو 5 ثواني هخليه كام؟ 30 ثانيه مثلا. يلا وحش، التايم اوت بتاعي خليه 30 ثانية اهو. تعالى ريبوت كده شوف المرة دي ايه اللي هيحصل للتايم اوت بتاعك. بص التايم اوت بقى كام؟ 30 29 28. ها تمام كده؟ تمام؟ طيب ممتاز، تعالى نلود كده. لاحظ طيب حلو جدا، ارجع تاني. الحاجة التانية المنيو انتري دي ممكن اعدل فيها زي ما انا عايز يا عم والله، ممكن احطه هنا كده واقول له اي اسم يعجبك بقى، ستارتنج ارهل لاب. خلاص تمام، رايت بكود كده اعمل ريبوت. بص ايه اللي هيحصل دلوقتي،
بص ايه اللي حصل للمنيو انتري بتاعتك، ها بص ايه اللي حصل لها، الاسم بتاعها اتغير اهو. طيب ايه كمان ممكن اغيره؟ تعالى كده نروح للجراب كمان مره. ممكن اقوله المره دي انا مش عايز ريد هات جرافيكال بوت يا سيدي، خلاص تعالى لي هنا كده، ولا عايزه كوايت كمان، انا مش عايز الجرافيكال بوت ده ومش عايزه كوايت، وريني كل حاجه بتحصل في الباك جراوند. بص المره دي ايه اللي هيحصل وانا بعمل بوت، بص المره دي تعالى كده نفتح ده، اتفرج بقى يا معلم، شوف هيقعد يعرض لك ايه. بص مفيش جرافيكال بوت، ما وركاش اي باك جراوند ولا اي حاجه جرافيكال، وبقاش كويت، عمال يطلع لك كل البوت لوج وهو شغال، شايف كل اللوجز دي عمال تشوفها هي ليه؟ لان انت شلت الريد هات جرافيكال بوت وشلت الكويت كمان الاثنين، فوراك كل البوت مسجز وهو بيبدا. ها وصلت ماشي. في استفاده منها، في استفاده منها، في استفاده منها ليه؟ تخيل انت كنت شغال في مؤسسه ولا في جامعه حكوميه ولا في شركه، وهوب رحت جايب نسخه كيرنل، سطبت نسختين كيرنل، سطبت نسختين كيرنل عندك، وعي انت محتاج الاثنين يكونوا موجودين، خلاص انت محتاج الاثنين يكونوا موجودين، فكل واحد فيهم ليها منيو انتري، اللي فيه منيو انتري كده دي جايبه النيو كيرنل، وعندك منيو انتري للاولد كيرنل. عايز تقول له هنا ها دونت بوت ذس، او عايز تحط له ورننج كده، انت لسه جايب ده بتعمل له تيست، ممكن تغير كده او تغير المنيو انتري بتاعته وتحط له كده في اخر بتاع السطر ان ما حدش يبدا ده، عشان لو في حد بيبدا بشكل مانيوال زي تحذير للناس. ماشي، ده لو عايز تغير الاسم. طيب فيها استفاده لو عايز تشوف البوت لوج؟ ايوه فيها استفاده طبعا، ده يعني ده دي اهم حاجه بالنسبه لك، لو انت عندك سيستم السيستم ده بيبوت ماشي، وكل مره بيبوت الاباتشي بيعمل فيل، فانت عايز تشوف في الاول كده وهو بيبوت اصلا من الاول الفيل ده سببه ايه، فانت بتبقى محتاج تعرض البوت لوج، ساعتها شيل ار اتش جي بي وشيل كوايت هيعرض لك البوت لوج وهو بيبدا، خلاص تمام. طبعا انت ما بقتش محتاج ده النهارده، لان جورنال او فاكر جورنال دي امبارح لما كنت بقول لك جورنال دي بتوريك كل حاجه بتحصل والجهاز بيبدا، فاكر النهارده ما بقتش محتاجها، قبل كده انت كنت بتبقى في امس الحاجه اليها لو حصلت مشكله والجهاز بيبدا ولسه السيسلوك سيرفيس لسه ما قامتش، تمام كده ها وضحت. يبقى لو عايز تشوف ايه اللي كان بيحصل، ليه الديفايس كانت بتفل وهي بيتعمل لها ماونت في الاول، كل الكلام ده هتحتاجه لو انت عملت لو انت شلت الار اتش جي بي كويت دي، هيوريك البوت لوج. طيب كلام جميل، ايه تاني يا سيدي؟ طيب ثانيه واحده، في عندي حاجه عملتها كده بالمناسبه، انا كنت قلت لك قبل كده ان كل ملفات الكونفيجريشن المفروض تكون فين، كل ملفات الكونفيجريشن المفروض تكون فين، في اي تي سي. فبص كده عمل ايه، راح عمل سوفت لينك في اي تي سي للملف اللي موجود في سلاش بوت اهو، زي امبارح بالملي، زي امبارح كل ملفات الجراب موجوده تحت سلاش بوت جراب 2، كل ملفات الجراب موجوده في المكان ده، وفي عندك قاعده تانية بتقول لك ان المفروض ملفات الكونفيجريشن تكون في اي تي سي. طب ما ده ملف كونفيجريشن، قال لك بس سيبه في مكانه وخد منه سوفت لينك عشان بس ما يخالفش القاعده بتاع السيستم، فلو انت عدلت في اي تي سي جراب 2 اوتوماتيك هيعدل في مين يا عم؟ هيعدل في بوت جراب او جراب 2 جراب دوت كونفج، اوتوماتيك هيعدل فيه. بص لي كده، انا جيت كده عملت قعدت اعدل في الملف ده
وهوب نسيت كده ورحت مسح شوية سطور بالغلط. بص ده انا بوظت ملف الجراب اساسا وعملت سيف كمان. يا نهار اسود ايه يا عم ده؟ بص انا عملت ايه؟ انا خربت الدنيا اهو، انا خربت الدنيا كده، بوظت ملف الكونفيجريشن بتاع الجراب. هل ممكن اعمل ريجينيريت او اخلق الملف ده مرة تانية؟ هل ممكن اعمل له ريجينيريت مرة تانية ملف الكونفيجريشن ده؟ ممكن. ها عندي سيستم ادمن كده لسه مبتدئ، لسه جاي شغال في الشركة الجديدة عندي، وهوب راح معدل في الملف ده، راح مبوظ فيه. هل ممكن اعمل له ريجينيريت مرة تانية؟ ايوه ممكن تستخدم كده جراب 2-mkconfig. بص لو استخدمته هيطلع لك كل حاجة فين؟ على الترمينال. فانا ممكن اقول له كده داش او، او معناها الاوتبوت بتاعك، حطولي في سلاش بوت جراب 2 جراب دوت كونفج اهو بس كده. لو رجعت كده فتحت الملف مرة تانية هتلاقي الملف رجع لاصله زي ما كان بالملي. يبقى لو في اي مرة وانت بتعدل وبوظت الدنيا ما تقلقش، ما تلخبطش في اي حاجة، ممكن تعمل ريجنريت الملف ده بكل سهولة. وصلت؟ بس خلي بالك لما عملت ريجنريت للملف ده ايه اللي حصل؟ الا ده كل حاجة رجعت. طب اللي انا كنت معدله التايم اوت والكلام ده، التايم اوت راح فين؟ التايم اوت، التايم اوت رجع تاني لاصله. اه رجع تاني لاصله. يا نهار اسود. طب لو انا عايز اسيف الكلام دوه، في حاجات كده بتحتاج تسيفها، زي مثلا التايم اوت دي. التايم اوت دي فاليو بتحتاج تسيفها عندك عشان كل مره حتى لو الملف ده باظ وعملت له ريجنريت يفضل التايم اوت ثابت. خلاص هناخد بريك واعلمك ازاي تثبت الكلام ده حتى بعد ما تعمل ريجنريت للملف ده. خلاص كده ناخد بريك 5 دقايق وبعد كده نرجع ايه نكمل ازاي بقى نثبت الكلام ده. ماشي؟ ها حد عنده اي مشكلة؟ حد عنده اي مشكلة؟ طيب ممتاز. مسهل.